بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي الطلاب. نستكمل ما توقفنا عنده أمس من درس إعداد التقارير، حيث تطرقنا بالأمس إلى درس إعداد التقارير وتحدثنا عن أنواع التقارير، وذكرنا أن للتقارير عدة أنواع حسب طبيعتها وحسب موضوعها وأهدافها وحسب شكلها، كذلك حسب الفترة الزمنية لها. تطرقنا إلى حسب طبيعتها وذكرنا أنها قد تكون وصفية إخبارية أو تحليلية أو خاصة، كذلك ذكرنا التقارير حسب أنواعها عندما تكون حسب موضوعها وأهدافها، قد تكون تقارير أداء، تقارير تحديد المشكلة، وتقرير حل للمشكلة، وتقرير معلومات اتخاذ القرار. كذلك تحدثنا عن تقرير فني متخصص حسب الموضوع والهدف. أيضا أنواع التقارير حسب أشكالها، تطرقنا فيه إلى أنواع التقارير النمطية سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وحسب شكلها إذا كانت مختصرة أم مطولة، وحسب الفترة الزمنية ذكرنا أنها قد تكون دورية أو غير دورية. كذلك صنفنا التقارير حسب في النشاط الذي تطرقنا إليه، صنفناها وتعلمنا كيف نصنف التقارير من خلال تقارير معينة توضع في سواء كانت أسبوعية أم شهرية أم تقارير تعطيني إنجازات الشركة وأعمالها. أيضا تطرقنا إلى هيكل التقرير وطريقة أو مكوناته عفوا، فهيكل التقرير ومكوناته ذكرنا أنه يتكون من مقدمة وجسم التقرير ونهاية التقرير. اليوم نستكمل طريقتنا في خطوات إعداد التقرير، حيث أن خطوات التقرير تتبع طريقتي في كتابة هذا التقرير، حيث أن هيكل التقرير يتوقف شكله على المستوى الذي تعده من أجله. فمكونات التقرير ذكرنا أنها في البداية مقدمة التقرير، وتشتمل المقدمة على موضوع التقرير وهدف التقرير والجهة كاتبة التقرير وملخص التقرير. أيضا جسم التقرير ويحتوي على عرض للمعلومات والبيانات وتحليل المعلومات والبيانات. في نهاية التقرير ذكرنا أنه نكتب ملخص التقرير واقتراحات ومراجع إذا كانت وملاحق إذا كانت موجودة. اليوم نتعرف على خطوات إعداد التقرير. إذن خطوات إعداد التقرير، بعد أن تعرفنا على هيكلة التقرير، تمر عملية إعداد وكتابة التقارير بعدة مراحل. أولاً التحضير لكتابة التقرير، لابد أن أكون مستعد لكتابة التقرير ومختار الموضوع المناسب لهذا التقرير، سواء كان التقرير اجتماعياً أم سياسياً أم ثقافياً أم إدارياً، ولابد أن أختار الموضوع بشكل يكون هذا الموضوع مشوق وغير تقليدي ومألوف عند الناس جميعاً، لأن ذلك سيشجع على قراءة هذا التقرير. إذن في البداية أحضر لكتابة هذا التقرير، ثم أعد التقرير وأضع الخطة المناسبة لهذا التقرير من خلال فهم موضوع التقرير وقراءة الخطوط التوجيهية لمعرفة طبيعتها ورسالتها التي سأوصلها من خلال هذا التقرير. أيضا البدء في كتابة التقرير، بعد أن أحضر لكتابة التقرير وأعده وأضع الخطة المناسبة له، أبدأ في كتابة التقرير. ولابد أن أكون عند كتابة التقرير مرنة في موضوعي، أن يكون التقرير إذا كنت كاتبته بطريقة بحث مصغر، أن يكون مثلاً عن مثال أكتب مثلاً عن أحد الأشخاص المؤثرين سواء سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، لابد أن أكتبه بطريقة بحث مصغرة تسرد لي سيرته الذاتية المناسبة، نقاط القوة الموجودة في هذا الشخص ونقاط الضعف الموجودة فيه، وبالتالي أتطرق إلى السلبيات بحيث أنها تكون بطريقة أسخرها أو أتعلم منها أنها تكون إيجابية وأقومها، أو أحاول أن أضع معالجات تصحيحية لها من خلال طريقتي في بدئي في كتابة التقرير ومرونتي في سلاسة الموضوع. بعد أن أكتب التقرير، بعد أن حضرت له وأعديته بطريقة مناسبة ووضعت الخطة المناسبة له، ثم بدأت في كتابته، لابد من أن أصل إلى مرحلة مراجعة التقرير. فلابد أن أراجع التقرير بشكل مكثف، بشكل دقيق، بشكل يجعلني فعلا أراجعه بطريقة مناسبة ويخلو من الأخطاء الإملالية، يخلو من أي إسهاب أو سرد قد لا يكون مفيدا لهذا التقرير، وأكون بطريقة ملائمة
عند وضع الهيكلة المخصصة للتقرير ومراعية فيه المقدمة والجسم والنهاية. طبعا الشكل الآتي الذي سنوضحه الآن سيوضح لنا بصورة مختصرة مراحل وخطوات إعداد التقرير وما هو مطلوب منك عمله عزيزي الطالب في كل مرحلة من هذه المراحل. مراحل وخطوات إعداد التقرير: أولا لدينا مرحلة فكر. عندما أفكر لابد أن أحدد الهدف من التقرير، لابد أن أحدد قارئ التقرير، من سيقرأ التقرير ولمن موجه هذا التقرير، أحدد المعلومات اللازمة التي سأذكرها في هذا التقرير. إذن أولاً أول مرحلة ستكون فكر، أحدد أهداف التقرير والقارئ والمعلومات التي سأقدمها في هذا التقرير. أنتقل إلى مرحلة خطط. أنت الآن فكرت بموضوع التقرير، فكرت بطريقة كتابة التقرير، فكرت بآلية عملك في هذا التقرير. ستخطط الآن لهذا التقرير من خلال اختيار المعلومات الضرورية. عندما حددت المعلومات وجمعت المعلومات ستنتقي منها المعلومات الضرورية التي ترى أنها من المهم أن تعرض في هذا التقرير. نسق بين المعلومات التي اخترتها وحدد طريقة عرضها. لابد أن يكون هناك تناسق وترتيب وتنظيم في طريقة سرد المعلومات، في طريقة توضيعها. عندما جمعتها لابد أن تسردها بطريقة منظمة مرتبة. رتب المعلومات في سياقها وتبويبها المنطقي. لابد أن تكون منظمة حسب المعلومات، سواء عندما تتحدث عن شخص معين أذكر سيرته الذاتية، أذكر إنجازاته، أذكر المناصب التي تولاها، أذكر الإيجابيات والسلبيات الموجودة فيه بكل سهولة ونسق وتيسير. عندما تذكر تقرير عن منظمة مالية أو ترفع تقرير ربع سنوي لميزانية معينة لقسم معين، لابد أن ترتبها حسب سياقها، حسب تنظيمها، بحيث يكون التنظيم لديك مرتبا من بداية الشهر إلى نهايته. في كل شهر، في كل أسبوع، أولا تنظمه تنظيما أسبوعيا ثم شهريا حتى يكون هناك سياقة مرتبة وتبويب منطقي. حدد الهيكل العام للعناصر والعناوين الرئيسية. احرص عزيزي الطالب عند كتابة التقرير أن تكون العناصر والعناوين الرئيسية واضحة بنمط مختلف، بلون مختلف، حتى توضح أن هذه عنوان رئيسي يبدأ تحته معلومات تخص هذا العنوان. بعد أن فكرنا وخططنا نأتي إلى مرحلة اكتب. أنت الآن جمعت، حددت الهدف وحددت من ستقدم له التقرير وحددت المعلومات، نظمت هذه المعلومات ورتبتها ونسقتها وحددت الهيكل العام لها. ستأتي إلى مرحلة الكتابة. تنتقل إلى مرحلة المقدمة. كما ذكرنا أن التقرير يبدأ بمقدمة، ثم جسم التقرير الذي سيحتوي على موضوع التقرير، ثم الخاتمة التي هي نهاية التقرير. لابد أن تكون العبارات والجمل لديك مكونة تكويناً سليماً، مصححة لغوياً، مترابطة، سليمة. فالتكوين الجمل والعبارات من أهم مراحل الكتابة التقرير. أيضاً اللهجة والأسلوب لابد أن تكون بلغة فصحى، بلغة واضحة، بعيدة عن النمطية، بعيدة عفواً عن الأسلوب النمطي المعتاد، بعيداً عن العامية. لابد أن يكون بالعربية الفصحى إذا كانت تقريرك معد باللغة العربية، وباللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى تكون بلغة سليمة واضحة للمتلقي. ترابط وتكامل الفقرات. لابد أن تتكامل فقراتك وتترابط بشكل سلس، يسهل على القارئ وعلى المتلقي أن يقرأها ولا يخرج عن الموضوع أو وتدخل في موضوع آخر وأنت لم تنهي الموضوع الذي كنت تتحدث عنه في البداية. فاجعل لكل نهاية في فقرة التقرير ترابط للفقرة التي تليها، بحيث يسهل علينا أو يسهل على المتلقي قراءة تقريرك. بعد أن فكرنا وخططنا وكتبنا التقرير لابد أن نمر بمرحلة المراجعة. راجع التقرير من خلال القراءة الأولى. عند كتابتك للتقرير اقرأه كمرة أولى، اتركه جانبا، ثم ارجع مرة أخرى عزيزي الطالب واقرأ التقرير للمرة الثانية. القراءة الأولى تعلمك أو تطلعك على نقاط القوة والضعف في هذا التقرير، الأخطاء الإملالية، الأخطاء اللغوية، وبالتالي تكون على اطلاع بها. أعد قراءته مرة أخرى من خلال عناصر وشكل التقرير الذي يعرض به، كيفية عناصرك، هل هي مترابطة، هل هي واضحة، هل طريقة عرضك سهلة وواضحة أم لا.
المراجعة النهائية إذن أنت عندما تقرأ المرة الأولى وتراجع عناصر وشكل التقرير الذي عرض به تتركه جانبا ثم ترجع مرة أخرى للمراجعة النهائية كي تأكد أن أخطائك الموجودة قمت بتصحيحها كلها. ويفضل عند إعداد التقرير وقبل رفعه للمسؤولين أن يطلع عليه شخص آخر حتى يساعدك وتكون له رؤية أخرى في التقرير بحيث أنه قد يوجهك لبعض الأخطاء التي لم تطلع عليها أنت مسبقا فيكون هناك معاونة بينك وبين شخص آخر بحيث تجعله يطلع عليه كمراجعة نهائية عندما تكون أنت مثلا واثق من عملك وأن مراجعتك إن هي دقيقة. اعرضه على شخص آخر حتى تتأكد أن تقريرك على أكمل وجه حتى يرفع للمسؤولين بطريقة منظمة مرتبة. يفضل هذا الشيء وليس إجباريا، ولكن مراجعة نهائية لك أنت كشخص ضرورية جدا. نأتي أو ننتقل أعزائي إلى نشاط لدينا لنعرف مدى استيعابكم لبعض الجوانب المهمة في طريقة إعداد التقرير. أمامنا التمرين سنصنف التقارير من خلال الجدول الذي أمامنا. أمام الجدول يحتوي على عناصر ومكونات مطلوب منك أن تحدد في أي مرحلة يكون هذا العنصر. ذكرنا قبل قليل المراحل فكر وخطط واكتب وراجع. في كل مرحلة ذكرنا أنك لابد أن في مرحلة التفكير تحدد أهدافك وقارئ التقرير والمعلومات المسرودة. أيضا ذكرنا في خطط أنك لابد أن تختار المعلومات الضرورية وتنسقها وترتبها وتحدد الهيكل العام للتقرير. أيضا في كتابة التقرير ذكرنا أنك لابد أن تراعي المقدمة والموضوع والخاتمة، تكوين الجمل والعبارات، اللهجة والأسلوب والترابط. في النهاية لابد أن تراجع من خلال القراءة الأولى وشكل وعناصر التقرير والمراجعة النهائية الذي ذكرناه الآن سنطبقه من خلال هذا التمرين. لدي عناصر ومكونات، في أي مرحلة من مراحل الكتابة تكون هذه العناصر والمكونات؟ تحديد موعد تقديم التقرير، برأيك عزيزي الطالب هل يكون في مرحلة التحضير أم في مرحلة وضع الخطة أم في مرحلة الكتابة أم في مرحلة المراجعة؟ تحديد موعد تقديم التقرير في أي مرحلة سيكون؟ في أي مرحلة سيكون تحديد موعد تقديم التقرير؟ إذن تحديد موعد التقرير سيكون في مرحلة التحضير، سيكون في مرحلة التحضير. الاستعانة بالجداول والأشكال البيانية، عندما أستعين بالجداول والأشكال البيانية برأيك عزيزي الطالب أنا أكتب الآن جداول وأشكال بيانية، في أي مرحلة ستكون؟ هل ستكون في مرحلة التحضير أم في مرحلة وضع الخطة أم في مرحلة الكتابة أم المراجعة؟ إذن ستكون في مرحلة الكتابة. إذن الاستعانة بالجداول والأشكال البيانية ستكون في مرحلة الكتابة. استيضاح موضوع التقرير، استيضاح موضوع التقرير أين سيكون؟ أين سيكون عندما أريد أن أوضح موضوع التقرير؟ هل سيكون استيضاح موضوع التقرير في التحضير أم في وضع الخطة أم في الكتابة أم في المراجعة؟ عندما أستوضح موضوع التقرير سيكون في مرحلة استيضاح موضوع التقرير أين سيكون؟ سيكون في مرحلة استيضاح موضوع التقرير سيكون في مرحلة المراجعة، سيكون في مرحلة المراجعة. ترتيب الأفكار بشكل فقرات، عندما أرتب أفكاري بشكل فقرات، عندما أفكر استيضاح موضوع التقرير سيكون في أعزائي الطلبة سيكون في مرحلة وضع الخطة. لابد أن أوضح موضوع تقريري في مرحلة وضع استيضاح موضوع التقرير سيكون في مرحلة في أي مرحلة سيكون في مرحلة وضع الخطة. أنا أخطط وأوضح موضوع التقرير، إذن أنا في مرحلة الخطة وليست في مرحلة المراجعة. سأوضح الموضوع للتقرير من خلال الخطة الأولية التي وضعتها لإعداد التقرير. ننتقل لترتيب الأفكار في شكل فقرات، عندما أرتب الفقرات والأفكار أنا هنا أيضا في مرحلة وضع الخطة. الكتابة بشكل منسق وجذاب، عندما أكتب ستكون في مرحلة الكتابة. تحديد مصادر لجمع المعلومات، عندما أحدد مصادري لجمع المعلومات ستكون أيضا أين ستكون؟ ستكون أيضا في مرحلة وضع الخطة. عند كتابة المقدمة والاستنتاج وإضافة أي تعديلات أو إضافات أين ستكون؟ عند كتابة المقدمة والاستنتاج أين ستكون؟ ستكون كتابتي للمقدمة والاستنتاج من كتابة المقدمة والاستنتاج من الكتابة ستكون أيضا في مرحلة الكتابة. إضافة أي تعديلات نهائية أو إضافات أخرى أنا أصل إلى مرحلة ما هي؟
مرحلة المراجعة، سأكون في مرحلة المراجعة. إذن النشاط الذي أمامنا لتحديد موعد تقديم التقرير سيكون في مرحلة التحضير، الاستعانة بالجداول والأشكال البيانية سيكون في مرحلة الكتابة، استيضاح موضوع التقرير سيكون في وضع الخطة، وترتيب الأفكار بشكل فقرات أيضا سيكون في وضع الخطة، الكتابة بشكل منسق وجذاب سيكون في مرحلة الكتابة، تحديد مصادر جمع المعلومات سيكون في وضع الخطة أيضا، كتابة المقدمة والاستنتاج سيكون في مرحلة الكتابة، إضافة أي تعديلات أو إضافات ستكون في مرحلة المراجعة. وبهذه الطريقة نكون على أكمل وجه في كتابة التقرير إذا استوضحت هذه الفقرات كلها وتمكنت من كتابتها. ننتقل بعد ذلك إلى لابد أن تنتبه عزيزي الطالب إلى أن التقرير الفعال يشتمل على جداول وأشكال ورسوم بيانية والتي توضح أو التوضيحية التي تقوم بدور هام وفعال في تلخيص المعلومة، إبراز المقارنات وعرض البيانات الشفوية بعيدا عن مجهول الأرقام. فاحرص عزيزي الطالب على أن يكون تقريرك شاملا لتلك المتطلبات في حالة الضرورة. إذا لابد أن يحتوي تقريرك الفعال على جداول وأشكال ورسوم بيانية توضيحية تؤدي إلى تلخيص المعلومة بشكل سهل وبشكل مرتب، تبرز المقارنات، تعرض البيانات بعيدا عن أرقام وبعيدا عن مجهول قد لا تستوضح عند قراءته لو لا تعلم ماذا تعني. فالرسوم البيانية تسهل لك عملية الاستيضاح بشكل سهل. أيضا احرص عزيزي الطالب أو انتبه دائما لأن التقرير الفعال يصيب الهدف الذي أعد من أجله. لابد أن أحقق الهدف الذي من أجله أنا أعد التقرير، فمهما كان هدفي من تقديم هذا التقرير لابد أن يصل هذا التقرير إلى الهدف الذي أعددته من أجله. نأتي إلى سمات التقرير الفعال. إذا أنا أعد تقريرا وهذا التقرير يسعى إلى هدف معين ولابد أن يصيب هذا الهدف، لابد أن نتعرف على سمات التقرير الفعال. ما هي سمات التقرير الفعال؟ أولا يعرض المعلومات بتسلسل منطقي، لابد أن أعرضها بشكل منطقي سهل واضح، يكتب بأسلوب شيق وجذاب، لابد أن أكتبه بأسلوب شيق وجذاب وواضح للمتلقي. أيضا يكون واضحا ومختصرا بقدر الإمكان. أيضا يفضل أن يتضمن التقرير عدد من الرسوم والأشكال البيانية التوضيحية، أن يتناسب شكله وحجمه مع نوع المستوى التنظيم الذي يرفع إليه، أن لا يتجاوز الغرض الذي أعد من أجله. ما أخرج عن موضوع التقرير في مواضيع أخرى وأدخلها في بعضها البعض، لا، بل لابد أن أحقق الهدف الذي أعد من أجله. يساق بصورة سليمة لغوية، لابد أن يكون خالي من أي خطأ لغوية إملائية. إذن يعرض المعلومات بتسلسل منطقي. ما هي هذه سمات التقرير الفعال؟ إذن ما هي سمات التقرير الفعال؟ أولاً يعرض المعلومات بتسلسل منطقي، يتناسب شكله وحجمه مع نوع المستوى التنظيم الذي يرفع إليه، أن لا يتجاوز الغرض الذي يعد من أجله، أن يفضل أن يتضمن التقرير عددا من الرسوم والأشكال البيانية التوضيحية كما ذكرنا قبل قليل، أن يكون واضحا ومختصرا بقدر الإمكان، يصاغ بصورة سليمة لغويا. هل مواصفات التقرير الجيد تختلف من مؤسسة لأخرى؟ هل هناك تقارير خاصة بمنظمة، تقارير خاصة بشركة معينة، تقارير خاصة بمدرسة معينة، أم كل التقارير تكون واحدة وتكون على هيكلة واحدة وعلى طريقة واحدة؟ برأيك عزيزي الطالب هل هي فعلا تختلف أم لا؟ هناك أمور تختلف حسب ثقافة المؤسسة وهناك أمور لا تختلف. إذن قد يكون هناك أمور تحتاج مننا اختلاف في كل منظمة تحتاج مننا تقرير معين، وهناك أمور متشابهة لا تحتاج مننا إلا أن نكون على نسق واحد في هذا التقرير. إذن هناك أمور تختلف حسب ثقافة المؤسسة وهناك أمور لا تختلف. فوضوح التقرير واشتماله على معلومات أساسية وتوضيحية وتنظيمية هي من أهم الأمور التي لا خلاف عليها. الكل يتفق على أن التقرير لابد أن يشتمل على معلومات أساسية واضحة وأشكال تنظيمية وأمور لا خلاف عليها. هذه الأمور اللي هي المعلومات المهمة، الرسوم البيانية إذا كان يحتاج التقرير الرسوم، أمور توضيحية إذا كانت تحتاج إلى توضيح، معلومات
لابد أن تكون سهلة واضحة لمتلقي التقرير، هذه كلها يتفق عليها في إنجاز التقرير. لكن قد تجد بعض المؤسسات تفضل التقارير المطولة وتطيل في إعدادها للتقارير، بينما مؤسسات أخرى تفضل التقارير القصيرة الموجزة. فلا يجبر أي مؤسسة على طريقتها في تقديمها للتقارير، سواء كانت تحب التقارير المطولة وتحب التفصيل وتحب أن ترفق ملاحق ووثائق أخرى مع التقرير فهذا من حقها. أيضا بعض المؤسسات تفضل الإيجاز والاختصار وأن تكون تقاريرها موجزة مختصرة توضح الهدف الذي أعدت من أجله فقط. إذن الاختلاف يكون على حسب نوع التقرير، هل هو مطول أم هو مختصر، ولكن يجتمعون جميعا على أنه يجتمع على معلومات أساسية توضيحية، وتنظيمه لابد أن يكون في كل المؤسسات. إلى هنا أعزائي الطلاب وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم إعداد التقارير، ونتمنى بإذن الله أن يكون الدرس قد استوضح لكم ما لم تفهموه من قبل في إعداد التقارير. أترككم في رعاية الله وحفظه، دمتم بخير. كانت محدثتكم الأستاذة الجازية العنزية.